تشكيل مكتب المجلس الجماعي بالويدان اللي كيضم واحد التشكيله منسجمه ما بين شباب متحمس وناس عندهم درايه وخبره في مجال تدبير الشان العام. وبهذه المناسبه كنشكر الساكنه اللي داروا فيها الثقه ديالهم، وكنتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم في المساهمه في التنميه ان شاء الله في الجامعه ديالنا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعلم الجميع اليوم تم انتخاب اعضاء المجلس ديال جامعه بالويدان برئاسه عبد الرحمن العسري والنواب ديالو بالاربعه والكاتب ديال المجلس ونائب الكاتب المجلس. وكما كيعلم الجميع ان الانتخابات راه دازت، كاين واحد المنافسه، كاين احزاب اللي قدمت لوائح ديالها وما جابش الله، والفائزين راهم كيستحقوا. والاصل والساكنه ديال جامعه بالويدان راه قالت الكلمه ديالها فيما يخص المنتخبون ديالها، صوتوا على الناس اللي كيستحقوا والناس اللي كيخدموا. وانا بدوري ممثل ديال دوار تيرزات كنشكر الساكنه ديال تيرزات اللي داروا فينا الثقه المره الثانيه، وكنتمناو من الله يوفقنا ويوفق جميع الاعضاء. وكما كنشكروا السلطات المحليه على التنظيم ديالها وعلى السهر ديالها على الانتخابات، وكنشكروا السلطات الاقليميه والسلطات الوطنيه على هذه الانتخابات اللي دازت احسن ما كاين. وشكرا للجميع. السلام عليكم. بعدا كنشكركم رجال الاعلام، سنتونا وحضرتوا معنا العمليه ديال التصويت وكانت نزيهه، وكما شفتوا الاخوان راه تقريبا كامله معارضه، يلاه جوج الناس، وحنا بغينا نخدموا الصالح العام، هذا هو، نتعاونوا كاملين وكل واحد دار في المهام اللي خصو يقوم بها. اللي ما قادش على المسؤوليه راه ما يمكنش واحد النيابه ولا سميتو تكون قاد بديك المهمه اللي غتعقد. وشكرا. اولا تنهني جميع الفائزين المجلس الجماعي ديال بالويدان، وتنهني الساكنه ديال بالويدان، وتنقول لهم اننا ان شاء الله غادي نكونوا معكم في الموعد، لان هاد الناس صوتوا علينا وناويين فينا الخير، وخصنا نحققوا لهم ما يمكن تحقيقه من المطالب ديال الساكنه اللي هي تتجلى في الطرق والماء النقل المدرسي وجميع الحاجات اللي تخص الساكنه. فاحنا ان شاء الله غادي نكونوا في الموعد، وكنهني جميع الفائزين، وكذلك كنشكر المجلس السابق ديال بالويدان اللي ضحى بالغالي والنفيس واعطى واحد المجهود كبير. وان شاء الله احنا الابواب ديالنا راه مفتوحه، حنا كنتعاملوا مع الجميع، ما يمكنش نعمل لا معارضه لا اغلبيه، كاع اللي بغى يخدم. فاحنا غادي نكون ان شاء الله في الموعد. وشكرا. هذا اسمو بالفوز باسمو بالانتخابات، وتنهني الرئيس، وتنوعد السكان بان غادي ندير المجهود ديالي كشخص اسمو في المشاريع وداك الشيء، وتن واحد اسمو واحد اسمو غنوصلو ونبذ الخلافات وداك الشيء ديال التشتت وداك الشيء. نخدمو راه حنا واحد بحال 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 يعني، خصنا نخدمو كاملين بصالح العام. وشكرا.